يا عزيز يا حليم، يا غني يا كريم، يا واسع يا عليم، يا ذا الفضل العظيم، اجعلني عندك دائما وبك قائما ومن غيرك سالما وفي حبك هائما وبعظمتك عالما، وأسقط البين بيني وبينك حتى لا يكون شيئا أقرب إلي منك، ولا تحجبني بك عنك، إنك على كل شيء قدير. اللهم هب لي من النور الذي رأى به رسولك صلى الله عليه وآله وسلم تسليما ما كان وما يكون، ليكون العبد بوصف سيده لا بوصف نفسه، غنيا بك عن تحديد النظر لشيء من المعلومات ولا يلحقه عجز عما أراد من المقدورات، ومحيطا بأنواع السر بجميع أنواع الدعوات، ومربيا للبدن مع النفس والقلب والعقل والروح، ومع السر والأمر مع البصيرة والصفات مع الذات والعقل الأول الممتد عن الروح الأكبر المنفصل عن السر الأعلى، إنك على كل شيء قدير.